السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد صباحكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة ومتابعين الكرام، وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى من ربنا عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بوصفة لتبييض وتقشير الرقبة، بما إنها مكان ما بيهتمش بالكثير، ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة فضلا منكم وليس امرا، قوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلكم كل جديد. لايك وشير للفيديو اذا عجبك. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم ماسك جميل جدا لتقشير وتفتيح الرقبه، بما ان في ناس كتير جدا ما بتكونش مهتميه بيها، وممكن جدا تحط الماسك على وشك وعلى رقبتك، يعني تاخديهم كلهم على بعضهم. كل اللي احنا محتاجينه معلقه من الزبادي، معلقه كبيره، معلقه صغيره من الكركم، وحاول ان يكون الكركم مش مضاف لاي ماده، يعني يكون الكركم بيور. ومحتاجين ماء ورد، في الماء ورد، ماء ورد راح اضغط لكم على الفوائد. هنقلبهم كويس جدا جدا لما نذوب الزبادي معاها، يعني الزبادي ما تكونش فيها ايه التكتلات دي، تمام، تكون متقلبه كويس جدا. اهم حاجه ان هي تدوبي الخلطه بطريقه كويسه جدا، واحنا بندوبها بقى نستفاد برضو، استغفر الله، نستغفر ربنا عز وجل، وندعي ربنا ان يرفع عنا الغمه والابتلاء اللي مبتلي بيه العالم كله، وهو فيروسات كوفيد 19. يا ربنا يا رب يغفر لنا ويرحمنا ويزيح عنا الغمه ويجعلنا رمضان بخير وسلام يا رب العالمين. دي الخلطه بتاعتنا، بتبتدي ان انت تمشيها على بشرتك. بنحطه بس كده ايه بعيد عشان ايه ميبقاش قريب للكاميرا. بتبتدي تمشيها على بشرتك، ما تقلقيش خالص من الكركم، هتقول هيصفر البشره، بالعكس الكركم صيدليه متكامله هيعالج لك البشره وهيفتحها لك هي والرقبه بطريقه جميله جدا جدا. كذلك الزبادي كله فيتامينات ومعادن طبعا، وماء الورد اللي هي هتقفل لك المسام او هتعمل على الحد او هتقبض المسام بطريقه امنه. ده بيكون الطريقة اهي، وده بيكون الخليط معانا اهو. بتعمل الوصفة دي مرتين، بتسيب الخليط على ايدك لمدة ربع ساعة كاملين، وبعد كده بتغسليه تحت المية الجارية، وبعد كده بتمسي عفوا الاصوات، بعد كده بتمسي بماء الورد تاني بعد ما بتسيبيه على بشرتك ربع ساعة. الوصفة دي بتتعمليها مرتين في الاسبوع، وان شاء الله ان شاء الله العظيم بتوصلي للنتيجه اللي انت حباها والنتيجه المرغوب فيها. يا رب كل وصفاتي تكون بتجيب معاكم نتيجه، واللي بتجرب وصفاته بتجيب معاها نتيجه. يا ريت تسيب لي ده في الكومنتات. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.